السلام عليكم. كيف جرب غسالة من بيت ال جي؟ قبل كلم نفر صيانة، انت يقدر جرب غسالة من بيت، ايش في مشكلة؟ انت غسالة لو في مشكلة صغيرة انت يقدر في كلام نفر صيانة، عشان هو ما في له كده كده. شوف، هذا شتف اند ران اند التاكا، هذا مرة واحد يبقى بوش، فهمتو؟ بعدين انت يقدر جرب غسالة، ايش في مشكلة؟ انت شفته، اثنين هنا واحد هنا. شوف هذا الحين كله لمبات في آن، عشان هذا الكترونية انت في كويس. بعدين مرة ثمانية مرة واحد واحد كده انت في يقدر جرب من هنا، ايش في مشكلة غسالة هنا؟ لو في ما يطلع ايرور كود من هنا، فكر غسالة كويس، ممكن في جوا في هذا تراب هنا، ممكن في هذا ترومبا حاجة مويه، ممكن هذا في مشكلة، فهمتوا؟ بعدين يقدر تسوي خصم فلوس انت. شوف مرة واحدة هو في دران غسالة، خفيف دران. سوي كذا، هو في شغل سورة سورة الحين دران هذا. هذا غسالة 12 كيلو، 7 كيلو تنشيف حراري ال جي، شركة ال جي. تاني مرة RPM، هذا EG RPM حق موتر. الحين في شغل ترومبا، هو وقف موتر بعدين في شغل ترومبا. في 3 ترومبا من جوا، واحد ترومبا الحين في جدل، الحين ترومبا تاني. ترومبا حق 3 في شغل الحين. في دفاية جوا حق هار مويا في شغل هو الحين. لو ما في شغل يجي هنا EH1 E2 كده، يجي اي نمبر، يجي ايرور كود يجي. شوف تاني مرة هو الحين غسل، هذا إحساس حق دفاية. ترومبا حق مويه من جوا. هذا ترومبا حق مويه، أطلع عليهن مويه. شوف اطلع مويا كله. بعدين الحين هو في شغل مروة حق تنشيف،
الحين في مروة حق تنشيف حراري هو في شغل، هذا آخر. لو في مشكلة أي يجي هنا يرقون. شو الحين خلاص شغل هو مية مية، افتح باب شيل. أوكي لو أنت خراب فكر هذا، أنا افتح باب كذا، لو هذا خربان هذا قفل خربان، لو خربان من هنا، لو خربان هذا كهرباء من جوا، كيف يجي الكود هذا؟ خلي باب مفتوح، شوف نفس الطريقة، جرب كذا بعدين هذا تاك كهرباء. دقيقة شوف هذا اللمبات في مفتوح الحين كله، شوف كذا هو جرب قفل ما يجي، شوف هذا يجي دي اي ايرور كود. اي رسالة في مشكلة جوا، اي شيء مشكلة سيم سيم يجي دي اي اتش 1 ال اي كذا او اي كله ايرور كود يجي. بعدين انت تقدر تجرب من في جوجل يوتيوب سيم سيم، بعدين انت عرفت ايش في مشكلة، بعدين انت كلمت نفر مهندس سيانا انت عارف، بعدين هو ما في رو كذا كذا.